الأسبوع الماضي اختتم مسرح المدينة الأسبوع التضامني الثالث مع غزة اللي أقاموا بالتعاون مع متحف نابو، وتخللته عروض مسرحية وسينمائية وغنائية رائسة، علماً أن التبرعات المالية رح تروح لصندوق غسان أبو ستة للأطفال اللي أطلق أخيراً بمبادرة من جواد عدرا وفداء جديد وبدر الحج. ضمن الحدث كان الجمهور على موعد مع أمسية أحيتها فرقة جافرة. زميلة سالي فواز كانت فيها. خبرني مين هي فرقة جفرة وكيف انطلقت؟ أوكي، فرقة جفرة هي جزء من الناثقة الفلسطيني، هي الفرقة اللي بتعنى بالتراث الفلسطيني غناء وذبكي. فرقة جفرة فعليا تأسست مع تأسس الناثقة الفلسطيني بجامعة بيروت العربية عام 1993. أجيال مرأت بفرقة جفرة، اليوم حيكون في جيل جديد من المخيمات الفلسطينية اللي صارت هي جزء أساسي من كل الأندية اللي بتشتغل على صعيد كل لبنان من شماله لبيروت للجنوب. قدي مهم الارتباط الفن بالقضية الفلسطينية بوقتنا الحالي؟ نحن بنعتبر أنه كل الأمور الفلسطينية هي مكملة للعمل الفلسطيني العام. نحن بنعتقد أنه الكفاح المسلح هو أساس تحرير فلسطين، لكن هناك روافد للعمل العسكري اللي هو الحفاظ على الهوية الفلسطينية، الحفاظ على الرواية وعلى التاريخ الفلسطيني. ونحن جزء بسيط من العمل الفلسطيني العام اللي بنقوم فيه فرقة جفرة والناثقة الفلسطيني. شو يلي خليكم، يعني هيدا الشيء اللي خليكم تقرروا انكم تشاركوا بالاسبوع التضامني مع غزة اللي عم بينظموا مسرح المدينة ومتحف نابو؟ نحن بصراحة كان إنا موقفين 3 شهور، كان في مثل ردة فعل وقعدة على جنب، ما قادرين نعطي بكل قوتنا، لكن بما أنه سمعنا أنه في الدعم حيروح مباشرة لأطفال غزة عبر الدكتور غسان أبو ستة تحمسنا، فخلال أسبوع جهزنا برنامجنا وقررنا نكون ضمن هذا البرنامج اللي عم ينعمل.
بأسبوع واحد قدرتوا تعملوا لوحات، خبرني شو رح تتضمن حفلة هيدي الأمسية، شو رح تتضمن يعني كم دبكة بأسبوع واحد، كم لوحة حتقدموا، حتى الفقرات الغنائية كمان؟ هلا نحن حاولنا قد ما فينا يكون جو الحفل مناسب لطبيعة الزمن واللي عم يصير مع أهلنا بغزة، فحتكون أغاني شوي من أرض الواقع، وحتى الدبكات ما حتكون دبكات تراثية، حيكون رقصات تعبيرية على أغاني رائعة. حيكون عندنا ثلاث رقصات، على يما مويل الهواء وهالأسمر اللون، وعلى حيد عن الجاشي، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني ووصل شعرية لصديق لأن بالنادي كمان عن الوضع اللي عم يصير بغزة. بعد هيدي الأمسية في شي عم بتحضروا؟ قيد التحضير معقول نلاقي أمسية أخرى؟ فرق جفرة بما أنه هي تابعة للنادي، نحن نادي فلسطيني مستقل، مش معظم كل اللي فيه هن متطوعين، بنشتغل على حسب قدراتنا، دائما بنلبي الدعوات ودائما بنحاول نقدم الأمور الفلسطينية بالقدر اللي نحن الموارد بتسمح لنا فيه. طبيعي نحن شغلنا أنه دائما نقدم نشاطات فلسطينية إن كان على صعيد الفني أو على صعيد الرسوم. نحن عنا لجان مختلفة بالنادي، من قطاع الطلابي إلى قطاع الخدمات إلى القطاع الفنون والفرقة الفنية، فنحن هذا جزء من عملنا كمتطوعين بالنادي الثقافي الفلسطيني، فدائما حيكون عندنا نشاطات إن شاء الله. بدي أسألك، الأشخاص يلي عم بتشارك باللوحات الفولكلورية الفلسطينية هن ذاتهم يلي كمان رح يشاركوا بالغناء؟ لأنه شفت بس صبايا تقريبا باللوحات. لا، حيكون عندنا فرقة الغناء حتيجي من طرابلس من مخيم البداوي، اليوم ساق بفرقة الدبكة فقط الصبايا حيكونوا من مخيمات بيروت. الشباب استثنيناهم لأنه زي ما قلت لك نحن متطوعين، فالوقت ما كان بسمح لنا كتير لنتدرب مع بعض، والشباب تدبك أكثر تراث بالشغلات اللي حافظينها، فاشتغلنا على مجموعة الصبايا بالفرقة لنقدم عرض بسرعة لهاي الحفل. بدي أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يا رب الحفلات القادمة بتقدموها بفلسطين باحتفال أنه تكون حرة ومستقلة فلسطين، لأنه بيلبق لها كل شيء حلو. صحيح، فلسطين بيلبق لها تكون محررة، وإن شاء الله منحررها بالسلاح ومنرجع مندبك ومنغني للصبح بحفلات السمر. شكرا لك. شكرا.